هناك صيغة ثانية أو مثال آخر يقول فضيلة الشيخ، إذا قال لصاحب مزرعة شخص إن بعت الثمار التي تقوم بجلبها إلى السوق عندي لك خصم من عندي، بمعنى أنه يأخذ على دلالته 2% بدل ما كان يأخذ على غيره 2.5. هذا أمر لا بأس به، لأنه تنازل عن شيء من حقه ولم يضر المزارع، وإنما هو تنازل عن شيء من حقه من أجل أن يتولى مبيعاته. ولكن أخشى أن هذا يدخل في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان وقال لا يبع حاضر اللباد، فتجنب هذا بلا شك أنه أحوط. نعم.